رسول الله بعد الصبر صارت عيون الناس ناظرة إلينا أفاطم. أولا خطاب إلى الرسول، بعد ذلك تخاطب من؟ تخاطب أمها. أفاطم لو نظرت إلى اليتامى ولو أبصرت زينب عابدين أفاطم لو نظرت إلى الأيامى بناتك في البلاد مشتتين ولا خيرات مما قد لقينا أفاطم لو نظرتينا سهارا ومن سهر الليالي وحسين واخوانه.
عدة زوجات، ومن الضرورة بمكارم أن نقرأ هذا التاريخ الذي تجهله الأجيال وتتعلق به كثير من الحقائق، ومنه تتبين عظمة أهل البيت وتتبين أيضا ظلامة أهل البيت. لما توفيت سيدة النساء قالوا تزوج أمير المؤمنين بأم البنين أولا. طبعا هذا أمر مختلف فيه، هناك من المؤرخين من مؤرخ الشيعة والسنة من يذكر ذلك، وهناك من يقول لا، أولا تزوج بي أمامة ابنة أبي العاص، وهي ابنة زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أمامة أو أمامة ما أنجبت له شيئا. تزوج أيضا، قال البعض بأنه تزوجها تزوج أم البنين بعدها، أو أنه تزوج بعد أمامة أو أمامة بخولة ابنة جعفر الحنفية التي جيء بها في أسر بني حنيفة، بنو حنيفة الذين ادعت عليهم الحكومة آنذاك بأنهم قد خرجوا عن الدين وأنهم ارتدوا إلى الكفر. لكن مالك بن نويرة قال إلى خالد بن الوليد: إنك ما قتلتني وما أردت قتلي إلا من أجل هذا، وأشار بيده إلى زوجته أنه نظر إليها فوجد فيها جمالا فائقا، وجرى ما جرى بعد ذلك أنجبت له، تزوجها أمير المؤمنين وأنجبت له محمد بن الحنفية الذي يطول فيه الكلام والذي ادعى فيه أقوام وهم الكيسانيون أنه هو مهدي آخر الزمان، حتى قال قائلهم: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الأمر أربعة سواء علي والثلاثة من بنيه هم أسباطه والأوصياء، وسبط إيمان وحلم، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يخدمها اللواء، تغيب لا يرى عنهم زمانا، ورضوى عنده عسل وماء، هذا جبل رضوى بين مكة والمدينة، أو هو في مكة وفيه يقتل الإمام صاحب العصر والزمان. وهم قالوا بأن هو المهدي محمد بن الحنفية، توح بطلان هذا الأمر، وذهب القائلون بهذا القول. ومن بعدها تزوج بأسماء، أسماء بنت عميس، هذه لها شهرة في التاريخ، لا حول، يعني أسماء بنت عميس هي أخت زوجة الحمزة بن عبد المطلب وأخت زوجة العباس بن عبد المطلب، لها شهرتها في كتب التاريخ أكثر من شهرة أم البنين. أسماء في كتب التاريخ أن أسماء ابنة عميس أشهر من أم البنين. يعني من فعل أنت إذا أجي تقرأ عن أم البنين، أم البنين لها شهرتها لأنها أم أبي الفضل، وإلا مثلا عندما تأتي وتقرأ في التراث الشيعي ليس هناك ما يذكر عن أم البنين، فلو قلبت كتب البحار الأنوار اللي تتكلم في كل شيء في كل الأبواب مما يخص التراث الشيعي، هذا بحار الأنوار ما في شيء عن أم البنين. أسماء هي أشهر من أم البنين في التاريخ، يعني أسماء
أسماء كانت من السابقات إلى الإسلام وكانت من المهاجرات إلى الحبشة، هذه من فضائلها. وبعدين إذا بتقرأ في قصة أسماء، قضية أسماء، هل أنها حضرت تزويج أمير المؤمنين بفاطمة أو أنها حضرت ولادة الحسن والحسين؟ شوف مشكلة، مشكلة كبيرة. أسماء حضرت ولادة الحسن والحسين، شلون حضرت وهي كانت في الحبشة؟ بس الروايات اللي تتكلم عن حضورها في ولادة الحسن والحسين وعن حضورها في زواج السيدة الزهراء ومواقف تتعلق بهذه الأحداث، روايات كثيرة جدا كلها تتكلم عن أسماء. فهذا اللي يحير المؤرخين، هي وين كانت؟ إما أنها كانت في المدينة وإما أنها كانت في الحبشة. عموما هي زوجة جعفر وأم عبد الله بن جعفر، ثم صارت أما إلى محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه لما تزوجت بمحمد لما تزوجت بأبي بكر. ويسجل لنا التاريخ مواقفا لها مع أنها كانت زوجة إلى الخليفة الأول، إلا أنها كانت جنبا إلى جنب مع سيدة النساء، وهذا يدل على عظم خطر وشأن أسماء أنها من أهل الجنة ولها ولدان. بعد أن تزوجت بأمير المؤمنين أنجبت له عون ويحيى وهما شهيدان في واقعة الطاف، شهيدان في واقعة الطاف. زين، بعد قال من زوجات أمير المؤمنين اللي هي أم البنين. أم البنين مثل ما قلت لك ليس هناك في التاريخ شيء عن أم البنين إلا القليل من الفقرات الموجودة في التاريخ. أولا اختر لي امرأة اختارها أمير المؤمنين سلام الله عليه وعناية، وقال لأصيب منها ولدا، لأصيب منها، هذه موجودة يعني موجودة في المصادر عندنا في التراث الشيعي، لأصيب منها ولدا يكون ناصرا لولدي الحسين. وفي تاريخنا أيضا موجود عندنا ما رواه السيد عبد الرزاق المقرب، ما تعلم هو عمدة المحققين رحمة الله عليه، ما ذكره عن كتاب قمر بني هاشم، قال في يوم من الأيام نظرت أم البنين إلى أمير المؤمنين وهو يقلب كفي أبي الفضل ويبكي، فسألته في ذلك فأطلعها على غامض القضاء، لأنه عنده علوم المنايا والبلايا، فأخبرها بأن هذين الكفين، بأن هذه الأطراف سوف يجري عليها ما جرى عليها في يوم الطاف. أكو هناك من الكلمات الواضحة في التاريخ إذا تتأمل، كلمة إلى صاحب اللمعة، تعرف أنت صاحب اللمعة له الشهيد الأول، صاحب اللمعة الدمشقية الشهيد الأول، وتعرف أنت شلون هذا وقع الكتاب في الحوزة العلمية وأهمية الكتاب بالنسبة إلى دراسة الفقه. ذكر أم البنين بجملة هي في الحقيقة جملة نعتمد عليها كثير، عندما قال وكانت أم البنين، تعرف كلمة عالم، وكانت أم البنين من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت. هذه أن تعرف بحق أهل البيت، هذه زيارة الأربعين تقرأ عارف بحقكم، في الزيارة الجامعة عارف بحقكم، الإمام لهذه عندما يثني على أمه كانت أمي عارفة بحق
بحقي أو أمي عارفة بحقي. كذلك الإمام الرضا من زارني عارفا بحقي، مو أي واحد يعرف حقه، فلهو صاحب اللمعة يقول كانت عارفة بحق أهل البيت، مخلصة في ولائهم، ممحضة في مودتهم، لها عندهم ما أمل، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع. عقب هذا وش قال؟ قال وزارتها زينب. انت تسمع بان هو على حسب كلامه يعني، تسمع بان ام البنين هي التي زارت زينب. قال وزارتها زينب بعد وصولها الى المدينه كما انها كانت تزورها اياما اعياد. يجي الناعي وينعى ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون كأنه اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يصير لقاء، لقاء. شلون هذا اللقاء؟ لقاء عقب ذاك العز اللي راح من عندهم. يعني الحسين خاطبها بلسان الحال: يا نايحة بسعاد لوم لا تنوحين، وردي المنزل واستقري يوم الابنين. ولمن سمعتي عن خبر عباس وحسين نوحي عليهم كل صباح وكل مسية. قالت: يا روحي لا تفاولني بهالافوال، سالم عساك تعود لنا بأحسن الحال، وعباس فدوى لغرتك يا زين القبال، فدوى لروحك والبنات الهاشمية. وإذا لا والله قبل ذاك اليوم أم سلمة تشوف القارورة، تشوف القارورة قد امتلأت دما عبيطة. من ذاك اليوم وصل الخبر دواب أهل البيت، بس بعدين يوم اللي جا زين العابدين وصلوا سايل عمته زينب: يا عمه شنقول لو من سايل او عن ابو اليمه؟ يقول: ابو يا حسين متخطب بدمه. قالت: يا روحي لا تعدد هالمصايب، ما تشوف راسي من الحزن والنوح شايب، لكن يا روحي شوفنا على هالمصايب، يخبر عن اللي صار مكربلة وسلب اليتامى، ودش بن حبلم جاه بن حبلم دمعة خد ذروفة. وش هالخبر لك شبه النفس العطوفة؟ سالم أبوك حسين لو خانت الكوفة. قل يا بن حبلم بعد وين السلامة؟ قل له: دمعات على خد همونة، دش المدينة وهالخبر بالساع قوله، وعزمنا المجلس والحبل سوى على